السلام عليكم. مصائب قوم عند قوم فوائده. مقولة نقدر نطبقها بسهولة على ما يحدث الآن بخصوص ما يحدث مع قناة بنما. جفاف يهدد قناة بنما. جفاف يهدد بتوقف الملاحة في قناة بنما. زي ما حضراتكم بتشوفوا العناوين اللي بتتحدث عما يحدث الآن بقناة بنما. قناة بتتحكم ب5% من حركة التجارة العالمية. بتعاني القناة الآن ويمكن من شهر فبراير الماضي من موجات جفاف متتالية بتضرب غاطس القناة وبتتسبب في عدة عوامل تضرب حركة الملاحة بقناة بنما. مهم جدا هذه المعلومات الخطيرة للغاية تسمعها حضرتك وتساعد في نشرها، لأن بكلم حضرتك على البديل لقناة بنما وهي قناة السويس. ويمكن سبحان الله الميزة الجغرافية الطبيعية طبعا بالنسبة لقناة بنما وبالنسبة لدولة بنما فهناك ميزة، ولكن هناك أيضا عيب خطير في قناة بنما. هذا العيب غير موجود بالمرة في قناة السويس، ولحسن الحظ إن إحنا قدرنا نستغل الميزة الجغرافية الطبيعية اللي موجودة في قناة السويس وغير موجودة في قناة بنما، وهي إن قناة السويس ممر ملاحي عبارة عن رابط بين بحرين. المية نفسها هي امتداد طبيعي لمياه البحر الأحمر والبحر الأبيض. أما بخصوص قناة بنما فالمشكلة واللي بتتسبب فيها النهاردة العوامل اللي بتضرب قناة بنما واللي لا يمكن بل مستحيل انه يحصل مع قناة السويس، وهي انه قناة بنما هي ممر مياه عذبة بين بحرين مالحين. قناة بنما المفروض ان طولها 80 كيلومتر، قناة السويس 164 كيلومتر، ده بدون حساب الاضافات الجديدة زي فرع قناة السويس الجديدة او التوسعات الاخرى، لكن بتكلم على دايركت مباشر من البحر الاحمر حتى البحر المتوسط، بتكلم على 164 كيلومتر. لكن الفكرة انا بكلم حضرتك في قناة بنما هي قناة ماء عذب، وده بيعمل مشكلة في حد ذاته. المشكلة ان قناة بنما هي اعلى من مستوى سطح البحار اللي بتربط بينها. بمعنى اوضح زي ما حضراتكم شايفين قناة بنما بتوجد بين المحيط الاطلسي والمحيط الهادي، موقع مميز جدا في دولة بنما. ودولة بنما المفروض انها كمان مش بس بتعتمد على قناة بنما في ايراداتها، ده كمان بتعتمد على بحيرات قناة بنما في الحصول على الماء العذب للشرب. قناة بنما حضرات وبحيراتها بتغذي نصف سكان بنما بالماء العذب. عدد السكان بيتخطى 4.6 مليون نسمة. فانا بكلم حضرتك على قناة بين بحرين مالحين لكنها قناة ماء عذب. رقم 2، القناة مرتفعة عن مستوى سطح البحار المجاورة، وبالتالي لابد من وجود ما يسمى بالهويس. والهويس عبارة عن مكان بتنتقل فيه ديناميكية وحركة المياه من مرحلة رفع إلى مرحلة خفض أو العكس. يعني مثلا القناة بتستلم السفينة أو المركب وهي داخلة من المحيط الهادي متجهة نحو المحيط الأطلسي لتمر من غرب مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، من فلوريدا، من كاليفورنيا، من الغرب نحو اتجاه قارة آسيا. فالمفروض انها تعبر قناة بنما، بتدخل السفن ذات الغاطس الضخم او غيرها من السفن بتدخل ممر القناة. بعد كده بيتم رفع هذه السفن بمقدار معين من المياه حتى تصل لارتفاع بحيرات القناة. عندنا بحيرتان في القناة، بحيرة اسمها ألاجويلا او ألاخويلا، وبحيرة اسمها جاتون، ودي الاكبر حجما. هي بحيرات ماء عذب، ودي اللي بتعتمد عليها بنما بشكل كبير في مياه الشرب. وبالتالي اعتماد تشغيل قناة بنما على بوابات تحكم بمرور المياه. تخيل حضرتك، هقول لك رقم كده تستغرب ليه، مع مرور كل سفينة من مجرى قناة بنما بيتم صرف في المتوسط 200 مليون لتر ماء عذب في المحيطات المجاورة. الرقم ده رقم يخض. وبالتالي السفن عبورها مش بس مجرد عبور، ده حضرتك بتستهلك الماء العذب اللي موجود في مجرى القناة، وبالتالي بيلزمه هطول شديد للأمطار لتعادل كم المياه المنصرف عبر عبور السفن. لكن احنا في مأزق من 2016 وزاد الأمر في 2019، والنهاردة بنتحدث على انه في اكتر من 20 سنة اكبر جفاف بيصيب بنما على الإطلاق. بتكلم في جفاف في 2019 بيعادل جفاف هذا العام. هشرح لحضرتك ببساطة، بنما كقناة بتحتاج ببحيرتها سقوط أمطار حوالي ما يتخطى 5 مليار متر مكعب مطر عشان يقدر يلبي احتياجات السكان واحتياجات القناة من ماء عذب لمرور السفن. لكن تخيل حضرتك في 2019
وهذا العام متوقع أن يسقط على القناة فقط 3 مليار متر مكعب ماء، يعني بنقترب من نسبة سقوط 50%، يعني أكثر بقليلا من 50% من معدل سقوط الأمطار الطبيعي. حضرتك بتتحدث عن توسعة عملتها قناة بنما في 2016 تماشيا وفي نفس الوقت تقريبا مع التوسعة اللي عملناها في قناة السويس، لكن حضرتك بالمطالعة واللي احنا بنشوفه أمامنا بتثبت الأيام يوم تلو الآخر إنه كان عند القيادة السياسية حق وعند الدولة المصرية حق في إجراء ما تم إجراءه بقناة السويس وتوسعة القناة وازدواج القناة في بعض مناطقها وما يحدث الآن. كل ده بيحصل عن رؤية وعن بصيرة لأحداث ستحدث في المستقبل وأزمات وطوارئ أنت مش بس بتتجنب، مشاكل ممكن تحصل عندك في المجرى الملاحي اللي البعض مش مدركه، ده أنت كمان بتستعد لاستيعاب وامتصاص الصدمات الناتجة عن تعثر المجاري الملاحية الأخرى في الدول الأخرى زي ما قلت لك زي قناة بنما. عشان كده بنقل لحضراتكم هذه المعلومات الهامة، وبالتالي النهاردة بنتحدث عن نقص مياه في قناة بنما. إيه اللي هيحصل نتيجة لهذا النقص؟ أولا تخفيف حمولة السفن العابرة بقناة بنما. رقم 2 دفع رسوم أعلى لسفن الحاويات، وخد بالك ابتداء من بعد بكرة أنا بتكلم 24 مايو سيتعين على السفن الكبرى تقليل الغاطس الخاص بها وهي بتعبر قناة بنما، يعني لتقليل الحمولة اللي بتحملها السفينة. حضرتك هتقلل الغاطس يعني هتقلل الحمولة، وده أعلنته شركات كبرى في مجال الشحن البحري. مثلا عندك غاطس نيو بانامكس، ودي كبرى السفن اللي بتعبر من قناة بنما، الغاطس بتاعها هينزل من 45 قدم ل 44.5 قدم بعد بكرة، وبعدين يوم 30 أو 29 مايو هينزل الغاطس تاني من 44.5 ل 44 قدم، وده بيقترب من رقم نزول الغاطس في 2019 لحوالي 43 قدم. 44.5 قدم يعني حوالي 13.5 متر. لما تقارن ده بقناة السويس فانت الحمد لله نشكر ربنا على ده، عندنا سفن بتعد بالقناة الغاطس بتاعها بيكون 20 متر. تخيل حضرتك يعني بيدخل في غاطس بيتكلم في ستينات الأقدام، وبالتالي أنا بتحدث عن مجال المقارنة هيكون صعب شوية، وهنظلم في قناة بنما إذا وضعناها بجوار قناة السويس القوية والقادرة على استيعاب وامتصاص الصدمات، وبالتالي دي صدمات بتتعرض لها قناة بنما. طيب سيبك من موضوع نقص الغاطس، نقص الغاطس المفروض ان انت هتقلل حمولة السفن، فالمفروض الحمولة اللي هتنقل مثلا على سفنتين هتنقل على 3 سفن. هتقول لي نص قدم في الغاطس مش حاجة، هقول لحضرتك انا بتكلم عن ان نص القدم في الغاطس ده بيعادل نقص في الحمولة 40% من حمولة السفينة. حضرتك ما تستهونش بهذا الكم القليل، لانه الحقيقة بيحتاج لخفض ضخم جدا في حمولات السفن العابرة بالقناة. وعايز اقول لحضرتك رقم 2، مش بس الموضوع هيتوقف على نقص الغاطس، الموضوع هيمتد ايضا لزيادة رسوم العبور بقناة بنما. وهنا بتيجي فرصة قناة السويس. قناة السويس بالنسبة لقناة بنما فان هناك مسارات بتفضل قناة بنما عن قناة السويس، مثلا السفن القادمة من الولايات المتحدة الامريكية او من ساحل خليج المكسيك بتفضل قناة بنما لانها بتقعد فيها 30 يوم حتى تصل الى اليابان. من قناة السويس هتستغرق نفس السفينة اللي هتقعد 30 يوم هتستغرق 39 يوم، من رأس الرجاء الصالح هتقعد 45 يوم لكن مش هتدفع رسوم. النهاردة انا بتكلم في زيادة رسوم العبور اول شيء كده من 300 ل 500 دولار على الحاوية الواحدة. رقم 2 هتزود عدد الحاويات وبالتالي هتدفع اكتر، يعني مثلا لو حاوية عندك وزنها 12 طن وبتدفع لها 3000 دولار على الحاوية دي، حضرتك هتزود لو حاويتين هيبقوا 6000 دولار، وبالتالي الحاويتين دول ساعتهم هتزودها ليصلوا لثلاث حاويات، وبالتالي انت بتتكبد حوالي 3000 دولار زيادة. كل ده بسبب الجفاف اللي بيضرب قناة بنما. شوف الموضوع متسلسل ازاي. يبقى انا بتكلم على نقص حمولة، ثم يعني تخفيف هذا الحمولة زيادة حاويات، ثم دفع رسوم اكبر بالاضافة للرسوم الاضافية. حتى لو نفس الحاوية ولم تقم بتزويد او زيادة عدد الحاويات هتدفع رسوم زيادة على نفس الحاوية. فبكلم حضرتك خد عنك بقى هيحصل ديلي في عدد او في كم العبور، يعني حضرتك لما المياه بتنخفض في البحيرة او في مسار قناة بنما وبحيرات قناة بنما انت بتتحدث عن مرور ابطأ للسفن في مجرى القناة، وده هيضعف الميزة اللي بتتميز بها القناة في خدمة النقل اللي موجود في المنطقة اللي هي فيها القناة،
ودي الميزة اللي عندها انها بتنقل في 30 وقناة السويس هتنقل في 39 للمنطقة اللي هناك، وبالتالي هتفضل بعض السفن انها تتجه نحو قناة السويس. والسؤال المهم، هل هناك بدائل اخرى غير قناة السويس ولا فقط هي قناة السويس؟ طبعا هناك بدائل اخرى، ولكن بدائل برية، اما عن طريق نقل الملاحة او نقل الشحنات الحاويات عبر السكك الحديدية من الساحل الغربي في امريكا الى الساحل الشرقي في اتجاه جنوب الولايات المتحدة الامريكية، لان اكبر حركة الملاحة في قناة بنما هي حركة ملاحة امريكية، وطبعا 45% من حركة الملاحة في قناة بنما هي عبارة عن حاويات. سفن نقل الغاز المسال بيعتبر انها لن تتأثر بتخفيف الحمولة، لكن مشكلتها هي في التأخير والتأجيل. دي المشكلة اللي هتواجهها، وهتعطي ايضا نفس الميزة او ميزة اضافية لقناة السويس. وزي ما قلت لك بتنقل بري عن طريق الساحل الغربي الى الساحل الشرقي، او بتنقل عن طريق القطار، ولكن طبعا لا يوجد وسيلة نقل افضل بالنسبة للحاويات والحمولات الضخمة افضل من حركة النقل الملاحي عبر السفن. وتعالى ما نروحش بعيد، انا بتكلم هنا على مدير قناة بنما الحالي بيقول كده: النقص في المياه هو التهديد الرئيسي لحركة المرور عبر القناة الرابطة بين المحيطين. المدير السابق بيقول: من دون توفر كميات جديدة من المياه سيمنع الوضع نمو النشاط في القناة. وبيقول طبعا من الافضل ان احنا نوجد مصادر جديدة للمياه في وقت بدأنا نشعر فيه بتغيرات المناخ. وزي ما قلت لك تغير المناخ ده بيعمل مشاكل لناس، ولكن هو مفيد لناس اخرى. طبعا لا نتمنى الضرر لاحد، لكن معلومة مهمة واخيرة لحضراتكم، هذه المعلومة بتقول ان انت في قناة السويس خلال الربع الاول من 2023 جبت معدل دخل القناة، ايرادات القناة بتعادل كده تقريبا اللي عملته قناة بنما طول عام 22. اجيب لك الارقام بالظبط. سنة 22 عملت قناة بنما طول السنة 2.5 مليار دولار. سنة 23 في الربع الاول عملت قناة السويس 2.3 مليار دولار، وسنة 22 عملت قناة السويس 8 مليار دولار. الحمد لله قناة السويس بتشتغل كويس وبتجيب ايراد كويس ودخل كويس لجمهورية مصر العربية. السنة دي ان شاء الله متوقعين انها تتخطى 9 مليار دولار، ان ما كانش تصل ل 10 مليار دولار. ان شاء الله عام تلو الاخر هتكون قناة السويس بتحقق لمصر ما لم يتحقق من قبل. بشكر حضراتكم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.